سيدات وسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محدثتكم دكتورة ميساء البدري، مسؤولة شعبة العلاقات الثقافية في قسم تكنولوجيا النفط. أرحب بكم أجمل ترحيب في ندوتنا لهذا اليوم الموسومة وحدة متابعة الخريجين دورها وأهدافها، والتي تعقد ضمن الموسم الثقافي لقسم تكنولوجيا النفط. حقيقة ندوتنا لهذا اليوم هي موجهة إلى الخريجين الجدد أو الطلبة اللي هم على أبواب التخرج. الهدف من عندها هو نقل الخبرات وأيضا توضيح بعض الأمور المهمة فيما يخص سوق العمل. ندوتنا راح تتضمن 3 محاور. المحور الأول هو شعبة التأهيل والتوظيف الجامعية ودورها. المحور الثاني هو تهيئة الخريج لسوق العمل. أما المحور الثالث فهو راح حقيقة في هالمحور هذا راح يتحدث بعض من خريجينا المميزين اللي هم الآن يعملون في الشركات العاملة في العراق. حقيقة احنا راح يعني المحاضرين راح يلقون على مسامعكم محاضراتهم، وبعد أن ينتهي المحاضرين راح نفتح باب المناقشة. بداية احنا راح نبدي مع أستاذ حسين الكاهتشي. أستاذ حسين، إذا حضرتك متهيئ. إن شاء الله جاهز. إن شاء الله. أستاذ حسين الكاهتشي هو مسؤول شعبة التأهيل والتوظيف في الجامعة التكنولوجية، وهو عضو هيئة تدريس في قسم هندسة العمارة منذ عام 2013. تفضل أستاذ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الدكتورة ست على التقديم وعلى هذا المبادرة وعلى استضافتي لهذا الندوة المهمة. إن شاء الله مثل ما ذكرتي، طبعا الموضوع الخريجين وعلاقة الخريجين بالجامعة وبالأقسام والوحدات بتاعت الخريجين هون مواضيع صراحة اللي مهمة جدا واللي تعكف عليها الجامعات مختلف دول العالم حتى توصل الخريجين. هذا الخريج هو ناتج أو منتج الجامعة، فلذلك لازم انه احنا نعرف شلون نتعامل معاه، شلون نسوقه، شلون نوظفه بالشكل المفيد في خدمة المجتمع وخدمة البلد في إعداد البلد بصورة الجامعة أيضا. طبعا صراحة أنا حتى بداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم بالموضوع الندوة. إن شاء الله المحاضرة مالتي حتكون على دور شعبة وحدات تعداد الخريجين بالأقسام العلمية أو العرض البسيط إن شاء الله مالتي. أنا حاول إن شاء الله أقتصر على أقل من 20 دقيقة ما عدا الموضوع السؤال والجواب اللي صار هو بالأخير. طبعا انا حبيت احط هاي الصوره بالبدايه بس حتى نوضح، يعني نقول هذا الخريج هو من يتخرج، هذا الشخص اللي واقف هو الخريج وعنده امامه متاهه، انه فعلا يعني الخريج من يطلع من الى سوق العمل يمكن من كل طريقه وكل حركته، من كان طالب بالاعداديه ومتوسطه قبلها الى ان تخرج وخلص الجامعه، هو طريقه شبه محدد، يعني معدل طلع فلاني حصل فلان دراسه الى اخره، يعني عام الاغلب نقول من الناس. لكن من يوصل الى مرحله اللي هي مرحله اللي نقول احنا التخرج، تخرج كمل تخرج وحتى طالب مراحل منتهيه يبدي يفكر وين حيروح وين حيشتغل شو حيشتغل بالضبط، هي عنده مثل امامه مثل المتاهه، الخيارات كلش هوايه وكلها بيها ايجابيات وبيها سلبيات، واكو صعوبه كبيره امام الخريج ينباع اكثر من محاوله يحاول يرجع يفشل ويعيد والى اخره، ويبضبط مثل المتاهه. فصراحه هذا بدايه احنا نبدي من عند الموضوع، لانه يعني هو هذا دور الشعبه والوحدات. احنا يعني هذا ان شاء الله حنشوف العرض مالتنا شنو بالضبط هو دورهم، يعني شلون حيقدرون يساعدوا الخريج والطالب مراحل منتهيه بهذا الموضوع. الاجنده الخاصه بالعرض مالتي هي 3 اقسام رئيسيه. طبعا هو القسم الرئيسي الوسطي تقريبا، عندنا بشكل عام بس شرح من الناحيه الاليه او الهيكليه في موارد شعبه التأهيل والتوظيف الوحدات، وبعدين عندنا الجزء الثاني حيكون عن مهام وبرامج الشعبه والوحدات والاقسام العلميه وطموحنا المستقبلي شو نريد نوصل ان شاء الله. طبعا اول نقطه هو هيكله موارد الشعبه التأهيل والتوظيف الوحدات. شبكة التأهيل والتوظيف هي ارتباطها مثل ما تعرفون أو اللي ما يعرف أيضا، هو ارتباطها بمكتب المساعد العلمي برئيس الجامعة برئاسة الجامعة، وتضم 3 وحدات ضمن الشعبة هاي، نقول وحدة اتصال والتدريب وحدة بيانات، كذلك أكو مجموعة وحدات وحدة متابعة خريجين في كل من الأقسام ال 16 الموجودة في الجامعة التكنولوجية هاي، أيضا ارتباطها بشعبة التأهيل والتوظيف
وتمارس او ترتبط باعمالها مع شعور التاهيل والتوظيف، يعني تمتد تستمد نقول احنا شغلها وطريقه شغلها وطريقه عمل برامجها عن طريق الشعبه، وبالعكس يعني هي شعبه تعتمد عليها، يعني اكو تعاون وعمل مشترك نقول احنا بين الطرفين. طبعا بس حتى اوضح الفكره هنا مهمه، شنو حيكون دور الشعبه والوحدات؟ الاعم او الاكثر يعتقد انه دور الوحده والشعبه، الشعبه والوحدات هو حيكون فقط بالجانب العلمي، يعني اثناء ما هو الطالب بعد الشخص الطالب بعد يدرس بالجامعه، ما له علاقه الشعبه والوحدات، انما يكون فقط يكون بالجانب العملي فقط بعد ما انه يكمل. احنا في الممر او نقول احنا الجانب العلمي اللي هو يبدا بالطالب، يعني يبدا يتعلم يحصل المعلومات الاساسيه حتى يكون خريج ناجح، نقول احنا يكتسب المهارات الاساسيه بمجال اختصاصه، وبعدين ينتقل عاده للجزء العملي، الجزء العملي اللي هو حيكون تقلبات في سوق العمل، تغيرات في التنوع الى اخره، فيكون عنده صراحه هو الوحده متابعه الخريجين وشعبه التأهيل والتوظيف عملهم هو يكون على المستوين. هو بالبدايه احنا نبدي بالجانب العملي، نعم نبدي نهيئ للخريج، نهيئ الطالب العفو من هو يكون بعده طالب، ونحضره ونعده ونفهمه شنو متطلبات سوق العمل، ونحاول نساعده بحيث يوجه طاقاته ومهاراته وامكاناته باتجاه الصحيح، وهاي نشحتها الى ان يوصل لمرحله الفاصل هو التخرج. مرحله التخرج يكون بعد ذاك الوقت يتوجه اكثر للجانب العملي، فهي هذا التاثير. هو نقول احنا مو حد فاصل بالنسبه للجانب العملي، نعم هو الجانب العلمي يكون هنا اكثر من سته في البدايه طريقه كطالب، وهنا يكون الجانب العملي هو الاكثر، لكن اكو حقيقه وتدرج بيناتهم. هذا الحد الفاصل مجرد ان تبدي تنفصل، يعني تصير تتجاوز الجانب العملي 50% بالنسبه نقول احنا، هنا اكون اقل من 50% الجانب العملي بهالطريقه، فهذا هو الحد الفاصل. مو حد فاصل انه ماكو جانب عملي قابلها. طبعا احنا موارد ارتباطات الشعبه والوحدات، احنا عندنا مجموعه موارد وارتباطات، هي ايضا تعتبر ريسورسز، يعني ممكن يكون عباره عن كونكشن او بيانات او اي شيء. فاحنا عندنا من طرف عندنا علاقات مع سوق العمل، يعني سوق العمل نعرف الترندز مالته، طبعا عن طريق الوحدات تبع الخريجين، عن طريق الشعب، عن طريق الشعبه عفوا، عن طريق العلاقات مع الشركات. ايضا عندنا تواصل مع شركات، عندنا تقريبا قائمه ما يفوق ال 150 شركه تقريبا، ومنظمه ومؤسسه ومكتب رصين عندنا تواصل معاهم، ايضا هاي نرتبط فيهم من سوق العمل. كذلك عندنا متابعه وارقام، طبعا احنا حتى الاخبار حتى المعلومات مثلا تعرضها مثلا وزاره التخطيط مثلا او الى اخره، احنا دائما نستفاد منها ونراجعها. لا طبعا ضمن امكانياتنا، يعني احنا نقول احنا مهما نكون احنا شعبه يعني ما عندنا امكانات لا متناهيه، لكن احنا نستفاد من هاي المعلومات التوجيه المستقبلي للخريج. من الطرف الثاني عندنا هي بيانات واحصاءات، تحليل واحصاءات حول الخريجين، فالخريجين شنو رغباتهم، شنو امكاناتهم، شنو مهاراتهم، شنو توجهاتهم بصوره عامه، حتى نستفاد من عندهم ونشون نوظفها هاي بشكل صحيح، نربطهم بالشركات المناسبه. التواصل مع الخريجين والطلبة، عندنا تواصل عن طريق الإيميل، عن طريق قنوات التليجرام مثلا، لينكدين، فيسبوك، هاي نتواصل وناخذ منهم مقترحات أو أفكار أو آراء. كذلك عندنا طرق أخرى إن شاء الله هنوصل لها. وكذلك تنظيم وإدارة، ننظم وإدارة فعاليات مختلفة، وحتى ننظم الخريجين وفرق الخريجين في منفعتهم منفعة الجامعة. احنا بس حتى نصير واضحين هنا، يعني من تجي اختصار شديد لما نجي نشوف ان شاء الله بعض الارقام، يعني الطالب الخريج بصوره عامه، احكي من داخل جامعتنا احكي بصوره عامه هنا، الطالب الخريج اللي يجي، الطالب الخريجين جدد بصوره عامه هم ماده اوليه مطلوبه في كل الشركات والمؤسسات والمكاتب وكل الاعمال سواء الخاصه او العامه. الدراسه الاكاديميه بالحقيقه هي تزود لهم المعلومات الاساسيه بمجالهم، وتعطيهم بعض المهارات، المهارات العلميه والعمليه اللي ممكن يحتاجها في العمل مالته. لكن حقيقه اكو سوق العمل به خلينا نقول مثل مرشح، اكو مثل فلتر نعتبرها، يعني هذا تعتبر قمع اكو فلتر بالموضوع. اكو مراحل، اكو تدريب عملي وتخصص هذا يمر به، لازم الخريج لازم يتدرب عمليا ويصل لتخصص حقيقي بالاختصار مجال معين ضمن عمله، يعني مهما يكون حتى لو بس نعم هو بس هو خام، ماده خام يكون خريج البكالوريوس.
لازم يتخصص بموضوع دقيق جدا، هيكون هذا عن طريق عمله، عن طريق مهارته، ويستكشف اكو شخص يعني هو عادة مكان العمل حيستكشفه ويشوف مهاراته وين يوظفه بالطريقة الصحيحة. كذلك ضروري انه يكتسب مهارات معينة الطلاب الخريجين خلال هاي المهارات يقدرون يسوون يعني عمل حتى ويشتغلون بشكل مهني صحيح. وهذا الموضوع قد يتطلب بعض الاحيان استحصال شهادات او شيء حتى يثبتوها. هذا كلها طبعا نقول احنا عملية، هذا مثل نقول مرشحات او فلاتر تجي عليهم. بالاخير يبقى عندنا الخريج النشط حقيقة اللي هو ينشط عمليا مجال اختصاصه او قريب عند اختصاصه، هم عادة نخبة وعدد قليل من عندهم اللي يكون له نشاط كبير وعنده تأثير بالسوق. طبعا هنا ما احكي فقط الشخص اللي تخرج واشتغل بمجال العمل اللي اعتبره نشط، لا اقصد النشط اللي هو الشخص يكون له تأثير بسوق العمل مجال اختصاصه. هذا اللي اقصده، هذول عادة يكونون جدا قلة. طبعا بس حتى نعرف عن من احنا هاي البيانات، يعني احنا طبعا حصلنا عدة مصادر، لكن فيما يخص جامعتنا فاحنا عندنا استمارة متابعة الخريجين، اللي ما عنده معلومة عنها هاي الاستمارة ممكن يسوي يعني سكان للكيو ار كود الظاهر امامكم، لا او يدقها بالجوجل استمارة متابعة الخريجين بجامعة التكنولوجيا. اعتقد احنا الجامعة الوحيدة اللي سووا لحد الان العراقيين اللي سووا استمارة متابعة الخريجين بهالشكل. وهذا تقريبا احنا بدات هي بدات الواحد من السنه الماضيه يعني 2021، وكان تقريبا من خلال الربع الاول عدد مسجلين 1303 من الخريجين بالنصف الاول، يعني نصف السنه 2020 1812 صار الرقم، الربع الثالث 2527، ونهايه السنه تقريبا 1328. طبعا هذا العدد بازدياد، احنا صراحة اكبر اعداد المسجلين من الخريجين هم خريجين الدفعات الاخيرة، لكن احنا نحاول ايضا يكون الخريجين دفعات قديمة. نعم عندنا بعض الخريجين القدماء ايضا مسجلين بالاستمارة. هاي الاستمارة جدا تفيدنا كمعلومات، تفيدنا بالتواصل مع الخريج، نشوف شنو رغبتهم، شنو ممكن احنا نفيدهم، وخدمات ممكن نوفرها لهم، شنو رغباتهم، وكذلك نقدر هاي نستخدمها من يعني نفس البيانات من عندها للشركات او المؤسسات اذا حسب اختيار وتخصيص الخريج، اذا كان يبحث عن فرصه عمل او عمل تطوعي او الى اخره او تاهيل، فاحنا نقدر ندز الايميل مثلا. الموضوع هذا جدا مهم. بالاضافه لذلك احنا كبيانات ان تحليل هذه السواد من أدهى في استنتاج اللي هو افضل للخريجين صوره عامه وللجامعه. احصاءات بسيطه هذا فيما يخص طبعا جامعتنا. من عدد اللي سجلوا بالاستمارة وحسب الاستمارة بدأت عندنا الإحصاءات تقريبا 23%. طبعا احنا اكو نسب نشوف اللي يسجل باستمارة اكو نسبة، يعني نقول احنا قد حصل وظيفة ولا اخر، 23% تقريبا من اللي ملأوا الاستمارة وجابوا على هذا السؤال قالوا انه احنا توظفنا خلال 6 اشهر الاولى من بعد التخرج. وهذا طبعا يعني كرقم يعتبر رقم جيد. يعني اكو نعم توظفوا بعد اكثر من 6 اشهر، يعني 6 اشهر او سنه او سنتين، لكن بدنا نحكي خلال 6 اشهر الاولى انه يتوظف 23%، فيعتبر هذا الرقم جيد. طبعا تقسيمها هي 8.7 خلال الشهر الاول، شوف نسبه كبيره، يعني 4% خلال شهرين، 5.1 خلال 3 اشهر، و5.9 خلال 6 اشهر. في حين احنا عندنا هذه النقطة، هذا الرقم الصراحة نحاول نطمح انه يزيد ايضا. نشوف ان سوق العمل تقسيم دول اللي يشتغلون هو 35% تقريبا عمل حر مؤقت، او عمل حر او مؤقت العفو، 35% تقريبا موظف قطاع خاص يشتغل بشركة او مكتب او مؤسسة خاصة، و26% موظف بالقطاع الحكومي. لكن 3% فقط من ذني 23، 3% فقط هم اللي يمتلك مشروعه الخاص او حصل منصب او مدير او في شيء عنده مكانه عمل معين، اللي هو نقدر نقول احنا يقدر يسوي تغيير، يعني يوصل مرحله انه يقدر يسوي تغيير. طبعا هو الرقم ما نقول هو عادي، يعني هذا الرقم يكون قليل، لكن بصوره عامه هو يعتبر جيد قياسا غير جامعات، يعني لما نجي نقيس في العراق. لكن نلاحظ انه من خلال البيانات طبعا انه القطاع العام والعمل الحر هم أكبر مجالين بتوظيف الخريجين، يعني القطاع العام والعمل الحر صورة عامة. التوظيف القطاع الحكومي بصورة عامة تراجع، يعني هذا طبعا شيء مؤشر واضح أعتقد لدى الكثيرين، لكن بصورة عامة نسبة من كان مكانه وتأثير منصب عام أو خاص هم نسبة قليلة.
فنجي هنا صراحة شنو البرامج، شنو دور الشعبة والوحدات والأقسام العلمية حتى نخرج في شيء مفيد، نخرج من هذا الموضوع بشكل مفيد للخريج وللجامعة. احنا طبعا العملية خلينا نقول يعني برنامج شلون نأدي الخريج، الخريج احنا واجبنا يكون هو يبدي طبعا من فترة لنا طالب، من هو طالب بعد الدراسات الأولية، وطبعا ما ننسى أيضا الدراسات العليا، أيضا طلاب الدراسات العليا أيضا نهتم بهم، عندنا برامج خاصة لهم. هاي البرامج عادة تبدي بتحضيرهم وإعدادهم بعض المهارات العامة والناعمة، مهارات التواصل المهني، بناء وتقديم المشاريع، ريادة الأعمال، برامج المهارات. هاي الهدف منها صراحة هم بعض المهارات هاي تعطي يعني فكرة، يفتهم شلون سوق العمل يصير، تعطي بعض قوي السي في مالته حتى يقدر ينافس. هاي طبعا نقطة يعني بداية مهمة، الطالب انه يفتهم مثلا شلون يصير التواصل والكتابة، يعني مكاتبة مثلا المهنية، او نقول احنا بروفيشنال رايتنج شلون تصير، المراسلة المهنية شلون تصير الى اخره. هاي لازم مهم، فهي يتعلمها خلال مراحل مبكرة من حياته المهنية، ويتعلم أي يتدرب عليها حتى يكون مستعد للشغل. كذلك نحاول نوفر خلال مراحل متقدمة دورات وزيارات مهنية، حتى فرصة إلى للطالب أنه حتى الخريج اللي يتخرج يعني حديثا أنه يكتسب مهارات عملية مجال اختصاص، يعني يروح يشوف مرات أو يحصل دورة مهنية يشتغل هاندز أون، فشي هاي حيطلع على سير العمل، حصل عنده فكرة عامة. كذلك احنا ايضا الحمد لله والشكر عن طريق الاليات عندنا نوفر شهادات تخصصيه، شهادات تخصصيه هاي اثبات للخريج وللطالب على قابلياته ومهاراته في مجال معين، او فتشي قد يكون دقيق بعض الاحيان، وهذا فتشي يعطي كودس بلس اله للسي في مالته وللسيره من يقدم على توظيف او وظيفه، او حتى اذا يبدا بالعمل. طبعا هذني جزء عاده هي هذني كلهن، يعني هي مو شرط انه هو بالاخير يتوظف، لا احنا الهدف من هاي المرحله، وهو هذا واجب صراحه الوحده والشعبه، انه احنا نحاول مثل ما شفنا فكره المتاهه اللي قلت، احنا نحاول نساعد الخريج ونساعد الطالب حتى يبني الخطه اللي خاصه بيه، الخطه اللي خاصه بيه ومستقبله شلون. يعني مثلا قد يكون بعض الخريجين عنده امكانيه مثلا برياده الاعمال او عنده رغبه برياده الاعمال، فاحنا نحاول نوجه ونوفر له البيانات المعلومات من يبدي شلون يتوجه، ونوفر له حتى فرص. يعني على سبيل المثال عندنا هسه احنا مسابقه وهي جائزه اللي هي شاركت فيها جامعتنا، هي مسابقه انطلاق، هي هذا الموضوع اذا اكو واحد عنده فكره مثلا، يعني ممكن احنا نساعده ببناء وتخطيط المشاريع ورياده الاعمال الخاصه به، ممكن يقدمها. طبعا هاي بعد ما يحصل ان شاء الله الموافقه، انتقد جائزه يتقدم على المسابقه ويطلع اسمه، ان شاء الله احنا نقدر نساعده في الموضوع. كذلك عندنا مثلا اذا هو رغبته مثلا يتوظف او يبني عمله الخاص، هذا نقول اذا يريد يتوظف مثلا بشركه معينه، فممكن نساعده توفير شهادات تخصصيه يحتاجها، قد يكون حتى يعزز فرصه انه يتوظف في هاي الشركه الخاصه، وهكذا. فاحنا الهدف هو انه نساعده على استكشاف الفرص المتاحه امامه، ونهيئه انه يستخدم يروح على هذه الفرصه اللي يريدها. لازم يكون عنده خطه واضحه. فمن ضمن هاي طبعا العمل ايضا هو احنا الحمد لله والشكر بدينا يعني مراحل قريبه ان شاء الله حنعلن عنها، موضوع المعايشه والتدريب العملي والطوعي، العمل التدريبي، يعني كل ذني الامور يعني ان شاء الله حنبدا حتتوفر قسم منها توفرا صراحه بساعات قليله، بنحاول نضيف نزيد العدد حتى نقدر نستوعب العدد الكبير من الخريجين اللي يصير عندنا، ونحاول نوسع الاختصاصات لانه اكو دائما اقبال او رغبه لاختصاصات معينه دون اخرى، فاحنا نحاول نحقق تنويع بهالموضوع. فان شاء الله طبعا هذا يكسب الخريج والطالب ظروف عمل واقعيه. هذا طبعا عاده المعايشه تكون ما بعد ما ينهي الطالب، يعني ولا ما يتخرج مباشره عاده، فاول مرحله صعده معايشه، وهاي المعايشه تكسب خبره حتى ممكن يحصل شهاده خبره ويعزز السيره الذاتيه. وعادة يصير عنده مثل روتيشن، مثلا شلون اطباء، اطباء الاسنان يصير عنده روتيشن يبدل كل مره مجال، فيجرب اكثر من شغله اللي هي اجملها، حتى يكتشف امكاناته وين، وبالتالي يقدر مو بس انه يحصل توظيف، وهو مو بس هذا المهم، لكن نريد احنا ايضا توظيف يكون ايضا فعال بالسوق، يعني له دور مهم سواء بشركته سواء من خلال عمله الخاص،
سواء بالقطاع العام وين ما يكون، هو يكون عنصر نافع ومؤثر بالمؤسسة أو بمكان العمل اللي يشتغل به. هذا هو هدفنا الصراحة، وإحنا نستمر دائما في دعمه حتى ما بعد ما يحصل وظيفة من خلال اللي رفته بالدورات والكورسات والمهارات والفرص المختلفة إن شاء الله. ومن ضمنها طبعا أيضا فرص ثقافية، فرص علمية أيضا ممكن يستفاد منها. برامج شعور الصورة عامة واللي هي من خلالها نفس البرامج اللي نقول احنا برامج الوحدات، هي تعتمد على الطلبة، الشركات والمؤسسات المهنية تعتمد على الخريجين، وتعتمد على المؤسسات الأكاديمية ماكو والمنظمات. وهاي برامج الصورة عامة هي تتقسم إلى 3 أقسام: خدمات التأهيل، وهي مجموعة من البرامج وخدمات تأهيل الطالب الخريج سوق العمل، خدمات التوظيف اللي هي توفر فرص توظيف متنوعة للطالب الخريج، وعندنا خدمات العلمية والثقافية الأخرى، هي برامج خدمات توفير فرص المشاركة في مبادرات وفعاليات علمية وثقافية. طبعا برامج التأهيل احنا دائما عندنا فد اهتمام بيها، حقيقة اهتمام جيد جدا يعني قبل خريجينا وطلابنا، ونفذنا عدد كبير من عندها من البرامج، وقسم لا زال يعني قيد التنفيذ نقول احنا، لكن حاليا احنا ان شاء الله نوصل يعني الحمد لله شكر دعم مباشر من السيد مساعد الجامعة او السيد رئيس الجامعة. اقرت هاي البرامج كلها تقريبا، كلها تقريبا تشوف ان شاء الله الكتاب، وبدينا الحمد لله بشكر آليات انه ننفذها مع قلنا مع بعض الشركات، وبنقول انها شركات كبرى. فعندنا برنامج التدريب المهني بالشركات والمؤسسات Professional Training and Practice Program، او مختصر ما تي 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 تي. هذا الهدف منه هو انه يشتغل الخريج او الطالب او ياخذ دورة تدريبية مهنية تكون هاندز اون، يعني يقدر يسوي في شيء بايده. هذا الموضوع طبعا هو مش شرط يكون في مجال اختصاصه الدقيق، يعني خلينا نقول احنا بعض الاحيان هو في مجال اختصاصه الدقيق، لكن بعض الاحيان في مجال واسع واهتماماته. يعني مثلا صار عندنا دوره مثلا عن موضوع تصميم المواقع، راحوا بها الدخيل من اختصاصات اخرى مو بس برمجه مثلا، لانه صار في الموضوع هذا طبيعي، يعني انه تحتاج انت موضوع مثلا تصميم مواقع، قد يكون اي مهنه صانع تصميم موقع لي، اذا عندي شغل الخاص راح احتاج هذا الشيء. عندنا ان شاء الله ايضا قلنا احنا موضوع رياده الاعمال قريبا ان شاء الله، ايضا هذا ايضا حيكون هو جانب عمل مهني، يعني حيصير هاندز اون، يقدر يكتسب الخبره ويتعلم شلون يقدر يشتغل مباشره على الموضوع. عندنا برامج التعليم الاكاديمي اللي هو بالمؤسسات، حقيقه حصلنا عده مقاعد بالكورسيرا بالاي دي اس، وحاليا عندنا باشر ان شاء الله ندوه الساعه 6 مساء، هي من قبل فريق كورسيرا بالشرق الاوسط، لان تعرفون او لا جامعه التكنولوجيا عندها كانت نشطه، ومن خلال شعبتنا حققنا هاي التعاون مع كورسيرا وايدك، حصلنا مقاعد كبيره والحمد لله شكرا، كان البرنامج ناجح جدا واحنا مستمرين بها، وكنا سباقين كجامعه، وهسه احنا تواصلنا وياهم افضل عن هذا الشيء ان شاء الله. باكر حصل ندوه تعريفيه بأهم المهارات عالية الطلب في المجالات الهندسية بصورة عامة والتعليم الإلكتروني. برنامج تحصيل شهادة الاعتمادية الدولية للامتحانات التخصصية، هذا اللي هو خاص بتحصيل الامتحانات، الحمد لله امتحانات الأوتوديسك، امتحانات الأدوبي، امتحانات مايكروسوفت وغيرها من امتحان الشركات، الامتحانات الاعتمادية جبناها أيضا موجودة عندنا بالجامعة، ممكن أيضا التسجيل عليها. برنامج تحصيل العضويات المهنية والعلمية الإقليمية والعالمية، أيضا هذا إن شاء الله نشتغل عليه. برنامج التواصل والندوات العلميه، فعلا صار عندنا بعض التواصل، عندنا صار على ارض الجامعه التكنولوجيه، صار عندنا لقاءات، صار عندنا اجتماعات، حلقات نقاشيه الى اخره، وان شاء الله قسمها الكتروني صار. برنامج دعم رواد الاعمال الافكار والمشاريع الرائده، وهذا من خلاله صار التعاون مالتنا مع جي اي تك، ومبادره انطلاق او سباقه انطلاق كنموذج. طبعا عندنا ايضا افكار ومشاريع اخرى ايضا في المجال، برنامج وبرنامج الزيارات العلميه والميدانيه. طبعا هاي كل البرامج حتى يسجل عليها الخريج، بس حتى تصير معلومه، هي عن طريق خدمات متابعه الخريجين، يترس الاستماره من ضمن حيسال على اهتماماته يا برامج يهتم، فيقدر ياشر، وان تجينا مبادره حيجي خبر كذلك عن طريق موقع الشعبه، موقع الوحدات ممكن هاي يصير. وكذلك وحدات تقدر تشتغل مع الشركات
والمكاتب والمؤسسات الرصينة على تعاون حتى توفر هاي الفرص أيضا بالجهة المقابلة. برامج التوظيف حمشي عليها سريع، الهدف منها هي اكتساب خبرة عملية وفرص، إيجاد فرص توظيف ملائمة للشغل للخريج والطالب وإمكاناته. بعدنا برنامج توفير فرص العمل مدفوع الثمن، يعني يكون سواء ثابتة أو مؤقتة، نقول إحنا دوام جزئي أو كامل بغض النظر، نساعده أن تلقى الفرص اللي عندنا توفر من الشركات. إحنا الحمد لله شكر أرسلنا أسماء أكثر من 900 خريج، يعني معلوماتهم عن طريق سمة متابعة الخريجين، بياناتهم دزيناها إلى شركات، تم توظيف عدد لا بأس به من عندهم. يعني احنا دورنا ينحصر طبعا بارسال البيانات، هم يسوون عمليه يعني الريفيوينج والبروسيس مالته، يختارون الاشخاص الاكثر. عندنا برنامج توفير فرص العمل، التدريب والمعايش، هذا قلنا عليه جدا مهم، نقدر نشتغل عليه حاليا ان شاء الله مع مجموعه الشركات الكبيره، واللي ان شاء الله نجحت العمليه حنوفر ان شاء الله عدد لا بأس كلش كبير يعني من فرص المعايشه. وعندنا برامج توفير فرص العمل التطوعي، ايضا هذا معمول به، وسبق ودزينا اسماء لبعض المنظمات حسب اهتمام الخريج. هذا ايضا يعطي خبره ويعطي جانب، نقول احنا الانساني للخريج اللي هو بده يشتغل فيه، ايضا يعطي السي في مالته. برنامج توفير فرص العمل البحثي، وهذا اللي هو ريسيرشر بوزيشنز، هاي من خلال الجامعات، هذا دائما مخصص عاده يكون لطلبه الدراسات العليا وخريجي الدراسات العليا في الجامعه. الهدف هو انه نربطهم مع سوره تعاقد مع بعض المؤسسات والشركات اللي ترغب انه في هذا الموضوع، هذا موضوع بحثي للنقاش، واحنا نوفر لك جامعه الوصول للمختبرات والديتا اللي عندنا موجوده والامكانات. وعندنا برنامج المنح والايفاءات المهنيه، حقيقه صار عندنا احنا هذا نموذج عليه ايضا عن طريق احدى المنظمه الالمانيه التنميه، ودزينا اسماء ومعلومات قسم من الخريجين اللي كان عندهم بعض الافكار المهمه حتى يحصلوا منحه دعم مشروعهم وتنفيذه. وعندنا برنامج توفير العمل التدريسي، هذا عادة يكون للستاف الخريجين اللي يشتغلون بالشركات، ممكن يساهمون بالتدريس بالجامعة بإلقاء محاضرات مثلا أو شيء ضمن إحدى الدروس، هذا بالتالي ننقل خبرة الشركات إلى طلبة الجامعة. عندنا آخر شيء هو برنامج تعاون مجال الخدمات العلمية والثقافية، عندنا برنامج الخريجين المتميزين، هذا عندنا معمول به اللي هو يختص بإشهاد يعني إشارة للخريجين المتميزين، استلموا مواقع مهمة عالميا وصار تأثير عالميا. عندنا أمثلة الحمد لله شكر ليست بالقليلة من عندهم، وإن شاء الله هذا كله حيصير على موقع، كله طبعا الخدمات كلها بتشتغل على موقع حتى تكون عملية أسهل وأسلس. إحنا حاليا بدنا نستخدم الإمكانات المتاحة اللي هو عن طريق جوجل، لكن جوجل فورمز إلى آخره، لكن ان شاء الله من تكمل الموقع حيكون عمليه جدا اسهل. برنامج الاستشارات المهنيه، هذا طبعا خاص ويا بعض الشركات، نحصل انهم استشارات المؤسسات النخبه اللي عندنا تعاون وياهم كجامعه. برنامج دعم التجمعات النشاطات الثقافيه، احنا الموضوع الشغل الشعبه مالتنا هو مو فقط والوحدات مو فقط هو جانب علمي ومهني، لكن حتى التجمعات الثقافيه والنشاطات العلميه اللي ممكن تكون يهتم لها الخريج، ممكن نوفر له تجمع مثلا. صعدنا فعلا مع مؤسسه او تجمع الخريجين جامعه التكنولوجيا الطيبين، صعدنا طلعنا فعاليات وياهم قسم الجامعه قسم الزوراء، كان احنا دعمنا هذا الموضوع هاي النشاطات. عندنا برنامج المسابقات العلميه والمهنيه ايضا، وعندنا برنامج توفير خصومات الخريج وطلبه الجامعه، ذني حقيقه خاصه الاخير ننتظر استحصال او انتهاء استعدادات حتى نصدر هويه للخريجين خريج الجامعه التكنولوجيه، واللي على اساس ممكن يحصلون هاي الخصومات. احنا اكو عدد من الشركات صراحه ابدا استعداد من خصومات، لكن نحتاج انه ننهي موضوع الهويه ان شاء الله، وده اشتغل عليه الاسابيع يمكن. ما ادخل بالتفاصيل هواي، لكن مجرد انها معلومات عامه، واعتقد هي ذكرتها اكثرها، يعني احنا موضوع البيانات اللي ارسلناها للخريج والتوظيف، برنامج السفير، برنامج الخريج المتميز، ها عندنا البرامج الاخرى، توفير الدورات من الشركات والمكاتب والمؤسسات، وعندنا ارسال بيانات التوظيف سواء المدفوع الثمن او الانترنشيب الى اخره، هاي كل سنه ما ادري عندنا من تقريبا من حد شهر الثامن او التاسع العام. واخر نشاطاتنا كان المهرجان التأهيل والتوظيف اللي صار بالشهر الماضي في شهر 12 نهاية السنة 21،
واللي شاركت فيه أكثر من 55 شركة محلية وعالمية ومكاتب ومؤسسات ومنظمات. والحمد لله وشكر لدولة، كثير منهم يوفرون فرص للخريجين نعلن احنا عنها عن طريق قنوات الشعبة. احنا بس حتى اكون دقيق بالعمل مالتنا، شغل التأهيل والتوظيف وبرامج التعاون هي ما تشتغل وحدها على حدب، انما هي اكو تعشيق بيناتنا وتعمل مع بعض. يعني الخريج ضروري انه من خلال وحده، من خلال هاي من ضمن مهام الوحده يوفر لها الخدمات، لكن يهتم ايضا مو بس بموضوع خدمات التوظيف. يعني التوظيف ما حيحصله مباشره بدون ما يكون هو مؤهل، فيحتاج استفاده من خدمات التاهيل ايضا المتاحه. وخدمات التاهيل ايضا ما تكفي وحده اذا ما عندك كوميونيكيشن وعلاقات ويا زملاء او اقرانه، فيحتاج انه يكون يساهم بالعمل الخدمات العلميه والثقافيه، يعني يحضر بالاجتماعات والى اخره. هذين كل مع بعض تعمل مع بعض يعني الامور، وبالتالي هو بالاخير يبني سيره ذاتيه تنافسيه ممكن تعزز فرصه بالتوظيف وكونه عنصر نشط وفاعل بعدين في تربية عمله. طموحنا المستقبلي شنو؟ طموحنا المستقبلي طبعا احنا تفعيل تعزيز برامج الشعبة، زيادة عدد البرامج وفاعليتها، زيادة التواصل مع الخريجين والطلبة، تعزيز تفعيل أكبر وتشجيع الخريجين والطلبة على التفاعل الحقيقي وتسجيل معلوماتهم بياناتهم باستخدام الخريجين، وتعزيز التواصل مع سوق العمل والشركات، تحقيق تعاون حقيقي مع الشركات والمؤسسات والمنظمات والمكاتب الرصينة. واحنا حاليا عندنا برنامجين يمكن هذا رئيسية بنشتغل عليه، وبرامج أخرى أيضا فعلها تعين الشعبة على أداء عملها، هو الـ UAT Ambassadors اللي هو سفراء الجامعة التكنولوجية. حقيقة عندنا هذا عدد جدا جيد كمرحلة أولى، عندنا 65 سفير من الجامعة التكنولوجية كان لهم دور فاعل الحمد لله وشكر، واحنا مستمرين بتدريبهم واعطاهم المعلومات. اعتقد استاذ كاظم ويانا ان شاء الله حيجي بعدي، هو احد السفراء الجامعه التكنولوجيه ايضا. وعندنا ايضا برنامج صارت المهرجان التوظيف 21 سي دي اف 21. احنا ندرك انه الطريق صعب ومراحل عمل وقد يكون بهوايه صعاب الاخير، طبعا تكون امور هوايه صعب، الصعوبات الماليه، صعوبات التنظيم والاداره، لكن الحمد لله الشكر اكو تحقيق تقدم بالموضوع ان شاء الله. احنا طبعا هذا يعني بصوره عامه نريد نوسع العلاقه ما بين جامعه سوق العمل وزياده زخم حركه رياده الاعمال، يجب الخريج يتوجه لتوجه اخر، يعني ما يفكر بس انه يتوظف وخلص، لانما اكو ممكن هو يكون عنده مبادر ويكون عنده فكره جيده احنا نحاول ندعمها، ونزج الطاقات الشابه في سوق العمل بمشاريع مفيده للبلد، تعزيز كفاءه الخريجين جامعه التكنولوجيا ومهاراتهم ووفرهم فرص الحصول على شهادات كورسات حتى يطور معلوماته. ما يكفي الآن في وقتنا الحالي أنه مجرد خلص شهادة بكالوريوس من الجامعة، وإنما يراد له أنه يعززها، يعزز السي في مالته، الحصول على شهادات أخرى تدعمه، خاصة موضوع السوفت سكيلز وإلى آخره، وتوجيه وتحفيز تكوين المجاميع والتجمعات المهنية من الخريجين. هذا جدا الموضوع جدا مهم، يصير بتبادل المعلومات والتعامل مع بعض، وهي تقريبا اكثر المشاريع اللي تلاحظوها عالميا اللي تنجح واللي تصير شركات كبيره، هي نجمت عن تعاون بين خريجين وما بين طلاب اشتغلوا على مشروع معين واستمروا بيه. واحنا دائما احنا نقول احنا الشعبه والوحدات هي بودقه لهذا الشيء، يعني احنا دائما نحاول نسمع مقترحات الخريجين، نسمع مقترحات الطلاب، ونحاول نوفر لهم الدعم اللي نقدر نساعدهم عن طريق علاقاتنا مع الشركات، عن طريق علاقاتنا مع رئاسه الجامعه، وبما يقدر يساعدهم يعني ان شاء الله. طبعا احنا نشوف ممكن نوصل الكتاب هذا ل وحدتكم. حاليا احنا نتعاون ويا الشركات، عندنا ايضا انفتح على هاي البرامج اللي شفتوها، 17 برنامج او 14 او 16 برنامج دائما حسب واحد ما تنزلني. المهم فهذا البرنامج اللي ويا الشركات 17 برنامج عندنا تقريبا، فاحنا صار عندنا العمل فعال بها، وممكن اي من الشركات ترغب بالتعاون مع الجامعه التكنولوجيه باي من هاي البرامج، ممكن يدزون رساله رسميه عن طريق الايميل او ورقيه نقول بها اهتمامهم بالتعاون باحد من هالبرامج والخدمات، ومرفق مع تعريف وياها مقتضب مجال عملهم، قطاع العمل، نطاق العمل، مدن، اختصاصات الهندسيه المعنيه، اما يدسوها الى شعبه التأهيل والتوظيف المتابعه او الى وحده من وحدات متابعه الخريجين او ايميلها الرسمي، بريدها الرسمي. وهذا ان شاء الله ممكن على اساسه يصير تواصل
وبعدين يكون عمل مستمر ان شاء الله. طبعا المهم هنا انه نذكر ان الجامعه التكنولوجيه دائما حريصه انه يكون تعاونها مع الشركات يكون فعال وسريع، ويكون عمليه التعاون دائما يكون يخضع للتقييم مستمر، ودائما احنا نكون منفتحين. واكو شيء ايضا فادنا هو موضوع استقلاليه الجامعه حقيقه، هاي سهلت لنا هواي من الامور ووفرت لنا سلاسه بالعمل. حقيقة احنا حاليا تقريبا عندنا في اطر يعني في اطار نقول تعاون او مباحثات مع تقريبا 5 شركات او مؤسسات، قسم وصل مراحل منتهية وحسا على اساس توقيع اتفاقية، وقسم لا بالمرحلة التجريبية. ان شاء الله قسم منها اعلنا عن فرص عن طريقهم لمرحلة تجريبية، وقسم بعد ان شاء الله بالقريب العاجل. انا لحد هنا أنا خلص العرض مالتي، بس حبيت اوضح انه الوحده وحدات طلبه الخريجين وشباب التأهيل والتوظيف هم يعملون كعائله واحده، احنا نشتغل كلنا ايد واحده. الهدف منها انه خدمه الخريج وخدمه الطالب وتوفير هاي الفرص الممكنه حتى نهيئ سوق العمل. احنا الخريج والطالب بالنسبه لنا هو ثمره عمل الجامعه، واحنا مثل ما انت تشتري سنقول مثال بسيط ولا هو منفض من قارن، ولكن مجرد مقارنه بسيطه، من انا اصنع تلفزيون ما كنت مصنع تلفزيون واخليه بالسوق راد لي اعلن عنه اسوي ماركتنج له. فاحنا بالضبط يعني هذا درجه قريبه احنا شغلنا كوحده بتاع الخريجين وشعبة التاهيل من خلال علاقاتنا. من جهه احنا نحاول نستفاد ونحصل فيدباك من الشركات والمؤسسات حتى نطور طالبنا وخريجنا نوجهه بالطريقه الصحيحه وفق ما هو ايضا يلائمه وما هو يرغب به، وبنفس الوقت احنا نحاول نسوق طالبنا ونسوق خريجنا من خلال الشهادات اللي يستحصلها من خلال المهارات اللي يستحصلها، ونأهله ونأهل قوي السي في مالته حتى يبدا ينافس في سوق العمل. اشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع واعتذر على التأخير. استاذ كاظم، مهندس كاظم موجود ويانا؟ السلام عليكم. هي موجودة. السلام، أهلا أهلا وسهلا. حقيقة المحور الثاني راح يكون بعنوان تهيئة الخريج لسوق العمل. المحاضرة راح يلقيها علينا المهندس كاظم عيسى، هو مدرب معتمد ومهندس سلامة في شركة ألامكو. حقيقة مهندس كاظم هو أحد خريجين قسم تكنولوجيا النفط للعام 2020، وحاصل على دبلوم دولي من جامعة هافانا الدولية في إدارة الصحة والسلامة المهنية، وأيضا هو مدرب في العديد من الأماكن مثل نقابة المهندسين وغيرها، وأيضا هو سفير أحد سفراء الجامعة التكنولوجية. تفضل مهندس. السلام عليكم. طبعا بالبداية نشكر قسم تكنولوجيا النفط على هذه الدعوة الجميلة، المتمثلة برئيس القسم والأساتذة المحترمين الأعزاء. طبعا يشرفني أن أشارك تجربتي في فترة ما بعد التخرج ويا زملائي كذلك ويا أساتذتي اللي أنا يعني أعتبر أقل خبرة ومعلومات من كل الموجودين، اللي هم ناس يعتبرون صاحبين فضل علينا احنا كطلبة وخريجين توجيهنا بالفترات السابقة. كذلك زملائي يعني رحب بكم ونشكركم على هذا الحضور، وإن شاء الله تستفادون ولو بالشيء القليل. يعني للوقت إن شاء الله على مود نبني فد برنامج بعد التخرج وحتى بعد فترة الدراسة. راح أشارك تجربتي معاكم والقضايا اللي شفتها مهمة في سوق العمل والحصول على الوظائف. خلينا نبدي كمقدمة بسيطة. حاليا بظل هذه الصعوبات الكبيرة اللي تواجهنا بالحصول على وظائف بالقطاع الحكومي اللي احنا ماخذينها انه تعيينات ما تعيينات تعيينات، هذه هسه صارت فد نوعا ما بصعوبة على الخريجين بشكل عام قسم تكنولوجيا النفط بسبب انه محدودية لهذا القسم. ما بي يعني مثل باقي اقسام الهندسة الكهرباء الميكانيك غير اقسام، قسمنا محدود متحددين انه نشتغل بالمواقع اللي تخص الاويل اند جاز. بس القطاعات الخاصه دائما تحتاج موظفين وبتجدد وبشغل وبمشاريع هواي موجود، لكن هذه القطاعات الخاصه فد شيء خاص معام يدورون ارباحهم، فبنفس الوقت الشخص اللي يشتغل عندهم لازم يكون شخص منتج.
شخص منتج وصاحب إمكانيات وما يحتاج إنه يكون يعلمون به لفترة، لازم يكون منتج. فهذه المهارات أو المعلومات تحتاج تطوير من قبل هذا الشخص. هذه المعلومات إحنا راح نستعرضها طبعاً تقريباً 7 أو 8 أجزاء. أول شيء يعني إحنا نقدر إنه فترة الدراسة أو بعد ما تخرج نقدر نطور نفسنا باختصاصنا. يعني شلون؟ بالاختصاصات العامة لهذا الاختصاص. يعني مثلاً إحنا عندنا كأقسام رئيسية في هندسة النفط عندنا استكشافات، عندنا مثلاً ويل لوك، عندنا الريسيرفوار المكامن، عندنا الدريلينج، عندنا الحفر، عندنا البرودكشن، عندنا محطات العزل. فهذه يعني نبنى عنها أساس بحيث إنه إحنا في حال إذا كانت أكو فد وظيفة أو أكو انترفيو من صديق من زميل من إعلان من وظائف رادو فريش، إنه أنا ما أبدي من الصفر أو أركز على جهة. صح إنه التركيز على اتجاه هذه من زينات إنه يطورك، بس لكن إنه إحنا هسه بصدد إنه ما متعافين وعندنا وظائف كافية ونختار براحتنا، إحنا ندور شغل. إحنا ناس مرحلة بعد التخرج صعبة نفسياً وتفكير، وبحيث كل الأفكار السلبية تجيك إنه أنا حرامات درست، وأني حتى تطلع بالشارع يقولوا لك أنت خريج ليش ما متعين، وهذه الشغلات السلبية. فأنت حتى تكون مؤهل أكثر للحصول على وظائف بجميع القطاعات، سواء كانت محطات عزل، المحطات التصفية، الحفر، الاستكشافات، المكامن وغيرها، هذه لازم انه تكون انت كل اختصاص فترة الدراسة حتى بعد التخرج. فترة الدراسة كان انه حبك لأستاذ وركزت على مادة وبعض المواد انه كنت ما مرتاح لها والضج منها ما قرأتها، ممكن بعد فترة التخرج يوم يتخصص لها ساعة تبدأ تطلع عنها. قنوات موجودة، الناس قاعد تشرح مجانا، أساتذة ما يقصرون حاليا فترة الدراسة. يعني انت هذه راح توفر لك قد فالجهد مو طبيعي، خصوصا انت اذا حاليا تكون طالب. يعني انا واحد من الناس ان فتره الدراسه مركزين مكامن لوك لحد الدريلينج، ما عندنا اهتمامات بالسيرفيس فاسيلتيز، احنا نعترف بيها. يعني نقول يا ابو ذول كيمياوي ما ادري شنو، نتخرجنا هسه انه هسه انا اعرف احنا كنا 22 طالب صباحي اللي اشتغلوا، من عندنا حوالي 80% من عندهم اشتغلوا محطات العزل لأن متوفرة بالوسط، مصفى كربلاء وهسه صار مصفى بابل بالكفل وراح يصير بجبلة وأكو بالبيقار وموجود يعني ببغداد بالإي بي اس. أكثر الشباب اللي اشتغلوا هسه اشتغلوا محطات العزل. واجهنا مشاكل كل إحنا إنه السي بي اف ما نعرفها شنو، الإي بي اف ما نعرفها شنو، تي بي اف ما نعرفها شنو. هذا إحنا صوشنا، إحنا ما استغلينا فترة الدراسة وبصورة صحيحة بحيث أنه بقينا بالمقابلة نسأل ونخابر وما أدري شنو، بحيث أنه وصلنا مرحلة يعني من التعب النفسي ولو تتخطى المقابلة أو ما تتخطى. فأنت ما دام هسه مرحلة أن تقول مؤهل وعندك المصادر الموجودة، ناس خبرة، دكاترة خبرة علمية وخبرة عملية بالحقول، فتقدر أنت تستغل هاي الفترة وتستفاد أنه تبني فكرة عامة عن اختصاصك بشكل عام، تعرف شنو المكامن، تعرف شنو الحفر، تعرف شنو البرودكشن، تعرف شنو البيرفوريشن، يعني هذه المعلومات الأساسية باختصاصك. هذه رقم واحد. رقم اثنين، مثل ما تفضل دكتور حسين طبعا قال اللغة الإنجليزية. احنا يعني اللي موجود حاليا عندنا بالقطاعات الخاصة، احنا راح نحكي كقطاعات خاصة ما نحكي عامة باعتبارها نعتمد مو علينا، نعتمد على الدولة، وهذا فتشي احنا يعني نقول ماكو هذا الشيء. يعني ما نتأمل انه اكو تعيين، خلينا نتأمل انه بس قطاع خاص وانا لازم اطور نفسي. فاللغة الانجليزية هي اساس التواصل. انت بدون لغة انجليزية انت مقابلتك تكون باللغة الانجليزية، مقابلتك باللغة الانجليزية. يعني شلون انت تعرض مهاراتك اذا كنت انت ما تعرف تعرف نفسك؟ فاللغة الانجليزية كذلك فترة الدراسة كذلك موجودة مواقع لي لتطوير اللغة، اختصاصك نفس الوقت انت اذا ركزت عليه وعرفت الكلمات اللي خاصة باختصاصك والشائعة على مود تقدر توصل فكرة. فاللغة الانجليزية ما نقول انه تكون انت هاي ليفل فلوينت باللغة الانجليزية، لا،
ممكن تكون في مستوى متوسط تقدر أن تتواصل وتوصل معلومة للأشخاص، بس هي في شيء أساسي. يعني أكو ناس يعني حتى ما يقدر يكتب اسمه، ما يقدر يحكي، ما يخاف يحكي، فهذه هنا مشكلة. طبعا قسم تكنولوجيا النفط شاركنا احنا، أذكر البرنامج مال ستيفن وكلش فادنا، وسلمنا عليه سيرتيفيكيت وخلطانا الشجاعة نسولف ويا ناس أجانب وناس ما نعرفهم، وبدينا انه اللي يشوف افلام اللي يشوف، فقسمنا وقتنا بسرعة. فاللغة الانجليزية كانت يعني احد العوامل الرئيسية بالحصول على الوظائف. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي تخص المايكروسوفت. المايكروسوفت هم ذكرها دكتور حسين. مايكروسوفت مثلا ابسط شيء اللي هي مثلا الوورد، الاكسل، الباوربوينت، الاكسس، وغيرها من هذه البرامج اللي اصبحت بكل دائره وبكل مكان هي مطلوبه. شلون تكتب تقارير، شلون تعد جداول، شلون خصوصا الاكسل بمجال هندسه النفط، يعني فتشي جدا 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 مهم. ظل يعني موجود بيانات عندنا، بيانات كثيره كثيره كثيره. في سبيل اللوج مثلا تصل الى 16,000 رقم او كذا. فهذه انت اذا ما عندك الاكسل وتكون بي يعني مستواك زين بي، ما راح تقدر انه تستخدم هذه البيانات وترسم كيرفات وتطلع نتائج وتحلل وغيره. فالمايكروسوفت اكسل، العفو، المايكروسوفت بشكل عام جدا جدا مهم. حتى دائما بالجوب ديسكريبشن تشوفه بالريكوايرمنت مال اي وظيفه تنشر، رقم واحد، اذا مو رقم اثنين يقول لك مثلا انتجريت ان ذا مايكروسوفت كمبيوتر، يعني انه تكون انت مستخدم جيد او متكامل في برامج المايكروسوفت. هذا اول طلب. فهم صارت وهي اللغه الانجليزيه من المؤهلات الرئيسيه للحصول على العمل. زين، الجانب الرابع واللي انا هم شفته قاعد يعني اطلع على الوظائف واشوف الريكوايرمنت مالتها، انه تكون عندك فد يعني معرفه مجال ال HSE اللي هو ال Occupational Health and Safety Environment، الصحه والسلامه المهنيه. زين، شنو السبب ليش الناس يطلبون انه يكون الشخص عنده معلومات بهذا المجال، وخصوصا يطلبون السيرتيفيكيت مال الاوشا اللي هي اداره الصحه والسلامه المهنيه الامريكيه، ال Occupational Health and Safety Administration. ليش دائما يطلبون هذه؟ لان الصحة والسلامة المهنية دائما هي مثل ما تقول أسباب أخلاقية، أنه نحافظ على زملائنا بالعمل، أسباب تدخل اقتصادية، أنه أنا ممكن أسوي كارثة، الشركة ممكن أخسرها خسائر مو طبيعية، خصوصا مخاطر الأويل أند غاز، مخاطر جدا شائعة وجدا تعتبر من الريد ريجن، يعني بالعمل بالمناطق الحمراء والخطرة. كذلك تخلصنا من مشاكل قانونيه، لان هواي منظمات مثل الاي ال او اللي هي المنظمه البريطانيه، العراق احد عضو هذه المنظمه، انه سوت فد الموظف او العامل سوت عليه مسؤوليات تخص السلامه، وسوت على اصحاب الشركات مسؤوليات، فالاشخاص لازم يعرفون هذه مسؤولياتهم، لان هو اذا كان ما يعرف شنو مسؤولياته بالعمل اتجاه السلامه، ممكن انه انا اتعرض الى غرامة، وأنا مسولفها قبل 10 أيام تعرضت إلى غرامة أني بسبب إنه أنا اختصاصي أشتغل هسه HSE، وممكن تعرضك إلى قضايا حتى تصل إلى السجن، والأكو قوانين صحولها مدنية سيفل لو، قوانين موجودة جنائية كريمينال لو، فممكن تصل هواي شغلات أنت في غنى عنها. فدائما هم تشوف بالريكوايرمنت إنه عنده معرفة بال HSE. ما شباب، مو شرط شهادة، لكن تكون عندك معرفة، مطلع، قاري، وموجودة المواقع اللي دائما تنشر. كذلك موجود احنا عندنا كورس بالمرحلة الرابعة والثالثة، ما اذكر، اعتقد السنة صار بالثالثة، كنا احنا ناخذ بالرابعة اللي يخص هو الهزب اند سيفتي. ودكتور نجم طبعا مبدع بهذا المجال. الخطوة الخامسة، انه انت كخريج لازم تجمع اكثر قدر ممكن من الشهادات، حتى وان كانت شهادات مشاركة لنص ساعة او ساعة او هذه، هذا دليل انه انت يعني شخص اكتف.
شخص فعال ما تارك نفسه، مو ايش والله انا تخرجت والسي في مالتي الادوكيشن يونيفرسيتي اوف تكنولوجي بتروليوم ديبارتمنت وخلاص هاي كل شيء ما عندي، وعندي لاني مال ورك اندر بريشر وهذا اني مال النسخ لصق مال السي في. لا هذه صارت معروفه. فاحنا شلون نبين انه احنا اشخاص نشطين وقاعد نشتغل؟ من الشهادات اللي عندنا وقاعد نجمعها. انا اضمن لكم انه الاشخاص اللي يشوفون السي في ما يقرون الشهادات كلها، مجرد يباوع كشكل انه يشوف هالشخص هذا شهادات، الا اذا كان موصينا على شغله يروح يدورها. اما هو اذا كان طالب مثلا فريش، يعني شخص ما مشتغل ويطلب انه يطلب سي فيات، راح يقارن بالنشاط مال ذول الطلبه انه على 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 الكورسات والشهادات اللي ماخذها هذا الشخص. فاني واحد اني سولفت مره لبعض الاساتذه اللي هي دكتوره جهاد، طلبوا مره من عندي اني اتش اس سي اوفيسر، فخبرت احد اصدقائنا كان عنده يمكن حوالي 33 34 شهاده، منهم موجودات شهاده مشاركه وشهادات بسيطه يعني حتى فري، مو 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 شهادات يعني كذا دولار ولا شهادات فري. فانطيتها اني للشخص اللي رادها، قلت له شوف هذا السي في مالت هذا الولد يفيدك. فتح السي في دور الشهادات بينهم وكان سي في ورقتي يعني عنده 33 او 34، فالسي في شطيت اياه تقول ملزم يعني سي في كبير. قال عمي هذا الشخص تعبان علي على نفسه خليه يجي باكر. هذا يعني انا مثال لحالات صارت وياي. فيعني تحاولون خصوصا هسه موجوده مثلا عندنا الاس بي اي، الاس بي اي الناس قاعد ينطون شهادات مشاركة وقاعد ينطون هواي شغلات، فتقدرون انتم تستفادون من عندهم ظل وجود دكتورة جهاد وباقي الاساتذة. زين بعد شغلة ثالثة انه انت لازم تكون يعني سوشيال اجتماعي وعندك علاقات طيبة بالناس اللي يشتغلون بالحقول. يعني مثلا ناس اصدقائنا يشتغلون بالحقول يشتغلون بشركات خاصة، لازم ابني وياهم علاقات، اول شيء اتعلم من عندهم. نفس الوقت في حال اذا صارت وظائف، لان هسه اني من راده وظيفه ما نشرب قالوا كاظم نجيب لنا شخص، ما نشرب قالوا كاظم نجيب لنا شخص، زين اني من اللي راح اجيبه اللي متعارك وياه لو اجيب اللي علاقته طيبه بي؟ اكيد اني راح اجيب الشخص اللي علاقته طيبه بي، اخابره اقول له يابا هيك وهيك وظيفه دز السي في مالك. هذه هواي قاعد تصير 60-70% من الوظائف تصير عن طريق هذه الشغله، لان هم الناس اللي بالشركات يعتبرون فهم اداه فعاله انه يوصلوك يعني انترفيو، ممكن يشغلوك يوصلوك انترفيو. انت لو بالانترفيو تقدر تعرض معلوماتك ومهاراتك للاشخاص اللي طالبين هذه الوظيفه. فهي الشغله جدا مهمه. انا حكيت ويا شخص من اصدقائنا قال أنا والله راسلت واحد ويوم أنا يلا رد علي، يعني وداخل عنده هاي الشغلة إنه أنا شنو كرامتي ما تسمع. أنت أول شيء أنت شغلتك كمل، وبنفس الوقت الناس ما فارغين دوامه مثلاً 12 ساعة باليوم، ال 12 ساعة باليوم ارتباطاته هواي، يعني تريد إنه أنت ما عنده شيء دز له رسالة يرد عليك؟ لا أكيد، أصلاً صاحب فضل من رد عليك خلال يومين أو خلال أسبوع أو أو. هاي المواضيع طبيعية انه الشخص لازم يكون مهيئ لإرسال رسالة مثلا لشخص يشوف رسالة وما يرد عليه، لي حتى في سبيل انه مثل ما تقول احنا يركض على رزقه ويحصل وظيفة يعني ملائمة ويا. فهذه الشغلة جدا جدا مهمة انه تكون اجتماعي ويا الناس اللي يشتغلون بالشركة. زين نسوي يعني برامج خصوصا لينكدين. لينكدين هسه صار يعني ونتابع صفحات، مثلا عندنا شركاتنا احنا هذه الموجوده شلينبرجر هليبرتون كلهم عندهم صفحات ونشرون الوظائف عليها، السي في مالتك تعده بطريقه صحيحه. سووا برامج هسه صار التليجرام من هواي تنشر عليها وظائف وغيرها، واتساب وهواي من البرامج حتى فيسبوك وغيرها، انه احنا لازم نعد هذه خصوصا اللي صار هسه لينكدين هو رقم واحد. النصبه نسوي صفحه لنا مثل ما تقول انه ننطي صياغه صحيحه عنه، نشوف اليوتيوب شلون نعد هذا البروفايل مال لينكدين، وحتى يساعدنا يعني احنا بالحصول على وظيفه وباقي البرامج اللي احنا موجوده ومنشوره عندنا مثل انستغرام والفايبر كلهم صارن عليهم
عروض الوظائف. زين، النقطة الثامنة انه انت تنشر اهتماماتك والتقدم مالتك. زين، هسه واحد راح يقول اني مثلا اخاف من العين، او اني مثلا اعيش كذا، او اني ما اريد جماعتي يدرون ان اني اخذت هاي الشغلة، او اني مثلا او تنشر انه انت الشغلات اللي قاعد تسويها. وهذه الشغلة طبعا الادفانتج مالتها اكثر من الديسادفانتج. ليش؟ لان انت كشخص يعني تنشر اهتماماتك وشخص تساعد، عندك صفحات للتعليم وغيرها باللي تعرفه طبعا. هذا انت هنا لبعض الطلبة، لمثلا الطلبة اللي يعتبرون اقل مستوى من عندك، لان هو العلم يعني واسع، بحار هاي العلوم، مش مهما تتقدم انت بعدك في البداية. فهذه الشغلة جدا مهمة، لان انت راح تعتبر كشخص خصوصا ويا الطلاب مصدر لهم. شلون؟ هو يعني مع احترامي كل دكاترتنا، هو يستحي طب الدكتور يقول لي أني مثلا أريد هاي الشغل، يقول الدكتور هذا أكبر من عندي وخاف يوبخني وخاف، يستحي يطب الصديقة. هاي احنا يعني هذه حقيقة بالجامعة وكل مكان، يطب الصديقة يقول له هذا السؤال شلون أحله، أو مثلا هذا شنو هاي المعلومة شلون، يسأل هاي الأسئلة. هاي الأسئلة أنت باعتبار أنه تصل الصوص لبعض الطلبة، أنت كشخص راح نص الأسئلة، وهذا مريت بي أنا هاي التجربة، ما تعرف. أنا كنت واحد من الناس أطب أسأل أستاذ محمد وأستاذ جاسم، أطب أسأل الدكاترة، طب سأل بعض دكتور فاضل ودكتور نجم وبعض الدكاترة، سألهم على أسئلة أنه أنا هم سأليني، بس ما قلنا أنا ما أعرف. يعني شنو؟ لأن أنا بالنسبة إلي أعتبر سورس، بس أنا أروح أجيب الإجابة أهم أتعلمها وهم أعلم. بس أنا هذه راح شنو نفس الوقت من أشاركها على صفحتي على اللينكدين على الشهادات، هذا اللي راح يطب يباوع بروفايلي، يشوف إن أنا شخص نشط، شخص مثل ما تفضل دكتور حسين إنه أنت مو أناني، المعلومة تنطيها بسهولة. نفس الوقت هسه إحنا قاعد بالعمل اللي يصير ويانا، اللي الشخص اللي ينطي معلوماته وحتى يفرغ نفسه بحيث إنه ينطي معلوماته، هذا ما يعتبر انه بعض الناس يقول لك هاي لا انت لا تنطي، ترى بعد ما عندك شيء، اذا كل اللي عندك تعرفه تنطيه لاصدقائك بعد انت ما عندك شيء يميزك عنهم. لا بالعكس، انت تصير مصدر لهم. حتى في حال اذا كان مثلا في ظل هذه كورونا مو كورونا صار تقليص في الشركات، انت تكون شخص معروف من قبل مديرك انه انت شخص صاحب معلومات وتنطي اللي عندك، تبقى انت وغيرك اللي يستبعدون او يهنون خدمات. رقم 9 انه نقرأ على انه شلون نكتب فد سيرة ذاتية صحيحة، موجودة يوتيوب، موجودة ناس يشتغلون يعني HR، انا عندي هواية اشخاص يشتغلون HR، الناس قاعد يسوون ورش مجانية، يوتيوب هواية موجود، يعني هواية شغلات موجودة انه انت شلون تكتب السيرة الذاتية الصحيحة وتسوي سيرة لنفسك على هذا الموضوع. فالسيرة الذاتية جدا جدا مهمة بكتابتها وصياغتها، وخصوصا يعني لازم تكون انه هي مختصرة خصوصا للورك اكسبيرينس وحتى بالقضية السكيلز، يعني يكون مختصرة، لان اذا زادت شغلات ما لها داعي راح تكون هذه نقطة مزينة عليها. الشغلة اللي بعدها مثل ما تفضل انه شلون يعني اقدر ارسل ايميل صحيح للشركات اللي طالبة جوب من بعد ما أنا سويت السيرة الذاتية مالتي. شباب طبعا السيرة الذاتية مالتي المرغوب بها إنه تكون السيرة الذاتية واحد، والسيرتيفيكيت تكون كصور إلها بملف اتاتشمنت ويا، يعني منفصلات. شنو السبب؟ هذا إنه أول شيء الحجم مال هذا الملف إذا كان كبير هو غير مرغوب. يعني هسه مثلا انا هنا مخليكم صوره انه هاي انا مسوي هذا السي في مالتي اللي حجمه مش كثر 728 كيلو بايت، يعني اقل من 100. والسيرتيفيكيت اللي هي حوالي عددها كذا محاولينها حجمها 15.3، هذه بس تحميل هذه السيرتيفيكيت هو يراد له وقت. فانت من الدس لشعبة الموارد البشريه لهذا السي في، هو مو بس انت داز السي في مالتك، انت راح تزعجه، انت ما راح تخليه يحمل سي فيك بصوره سريعه، لازم يظل ينتظرك
وما عنده الوقت، هو داير يرسل وظيفة يقدموا له 500 واحد أو 600 واحد، حتى الأشخاص اللي يقدموه، حتى الأشخاص اللي يشتغلون قاعد يقدمون، يعني واحد من الناس يصير وظائف أنا أقدم عليها، أشتغل وأقدم، فمو بس اللي عاطلين عن العمل يقدمون وياه. فأنت لازم إنه تخلي الملف مال السي في مالتك دائما ما يعني حتى تشوف الوظائف يقول لك لازم يكون أقل من 1 ميجا بايت. ما شباب تباوع هذه الشغلة جدا جدا مهمة. مرات اكو أشخاص يدمج يخلي السي في مالته ويروح للدمج مال البي دي اف ويدمج السيرتيفيكيت مالته كصور ويا السي في مالته بحيث يصير حجمه كذا. هو صح ممكن يصير لطيف واني والله شوف ايش قد عندي شهادات، لا بس هذا يكون حجمه كبير ويكون فد ان شاء الله مو زينة عليك، انه راح تزعج هذا الشخص اللي يقرا السي في مالته. دائما تكون رسالتك طبعا هنا الموضوع السبجكت مالتك دائما يكون بالوظيفه اللي مطلوبه. مثلا هسه انا مقدم على اتش اس اي سوبرفايزر، هم طالبين اتش اس اي سوبرفايزر ماشي من ايميلك، وتنطي فد رساله بسيطه: السلام عليكم، انا المهندس كذا اختصاصي كذا، عندي خبره بهذا المجال وعندي شهادات خصصة مثلا هذا المجال، اوشا اوشا ايوش ايزون يبوش ليفتنج وكذا، واني مثلا العفو من سروري اني اعمل وياكم مثلا، من سعادتي، من اتشرف، او غيره من هذا الكلام اللي هو يعتبر كلام لطيف وينطي انطباع طيب عليك. انا اللي هنا انا كملت، يعني اعتذر لضيق الوقت. شكرا. الاسئله تبقى بنهايه الوقت. ايه خليك ويانا مهندس كاظم. بعد ما ما اعرف اذا تسمح لنا دكتور نجم ان الاسئله تصير بعد ما يكملون المحاضرين الاخرين على مد الوقت. عندنا ان شاء الله دكتوره براحتك. اشكرك دكتور نجم، شكرا جزيلا. عندي المحاضره الاخرى مهندس محمد موجود ويانا، مهندس محمد عبد الله. نعم دكتوره موجود. نعم مهندس محمد، طبعا هو احد خريجين القسم وايضا هو منتسب ويانا بالقسم، حاصل على شهاده البكالوريوس من قسم تكنولوجيا النفط في عام 2016، وهو يعتبر من الخريجين الاوائل، وايضا تعين بالقسم كمعيد، وكان يعني كمعيد في مختبرات القسم، وحاليا هو طالب ماجستير في مرحله البحث، وايضا هو عضو في وحده التدريب الصيفي وعضو في وحده متابعه الخريجين في قسم تكنولوجيا النفط. اهداف وحدتنا كقسم تكنولوجيا النفط، الوحده معنيه طبعا بتدريب الخريجين خريجين قسم وتاهيلهم، عمل دورات تدريبيه، تهيئه الطالب او الخريج لاغتنام الفرص والمنافسه، والاعلان عن الفرص العمل اللي راح تتوفر. راح نبدي بتقريبا اولى الانجازات اللي ساهم بها قسم تكنولوجيا النفط من خلال الوحده، هو التنسيق مع شركه شلمبرجر للمشاركه في اسبوع الوظائف الهندسي اللي يقيم بالجامعه التكنولوجيه. طبعا هذه في وقتها تقريبا استقبلت عن طريق وحده متابعه الخريجين بقسمنا حوالي 150 سيره ذاتيه لخريجين قسم، وتم امتحان 83 طالب من عندهم، وتم قبول بعض الخريجين في شركة شلمبرجر، طبعا بحضور الأستاذ مازن العطار غني عن التعريف، وكان أجريت هذه الفترة بالفترة من 14 إلى 18/5 بعام 2017. طبعا شركة شلمبرجر هي من الشركات المتعاونة ويا وحدة متابعة الخريجين بقسمنا، مو فقط هذا الحضور اللي كان لهم، وانما احنا جونا العديد من المرات وقابلوا خريجين لنا وساهموا بتدريب ايضا الخريجين. عندنا هنا وحده من خلينا نقول من الامور اللي كانت جيده لطلابنا اللي هم طلاب المرحله الرابعه وطلاب المرحله الثالثه، في دور انه وفرنا لهم فتره معايشه حقليه في شركة شلمبرجر لمدة أسبوعين، وكانت وهاي أسماء الطلبة اللي كانوا مقبولين ذيك الفترة أيضا بعد ما اجتازوا مرحلة المقابلة ومرحلة الامتحان
اللي كانت من قبل الشركة. كذلك من الشركات يعني النفطية المهمة اللي تعاونت مع أو مع قسم تكنولوجيا النفط وتم التنسيق معها هي شركة أنتون أويل، أيضا يعني حضرت للقسم العديد من المرات في عام 2015 في 2016 2017 18 إلى أن جت موجة كورونا وصارت هاي الأحداث، وبالتالي بدأت الشركات تتحفظ عن مثل هيك يعني مهرجانات أو تجمعات. فبالتالي يعني بالسنة أو السنتين الأخيرة توقفنا عن هذا النشاط، لكن إن شاء الله بقادم السنوات نعاود على هذا التعاون مع الشركات. فكانت شركة أنتون أويل ساهمت بتشغيل العديد من خريجي قسم تكنولوجيا النفط. هذه جانب من الزيارة ومن إجراء المقابلات والامتحانات اللي أجريت في قسم تكنولوجيا النفط لشركة أنتون أويل. كذلك ساهمت الوحدة أيضا بإنشاء قناة على اليوتيوب. هذه القناة تضمنت نشر العديد من الفيديوهات التعليمية لخريجي وطلبة القسم. كانت محور هذه أو المحور الرئيسي لهذه الدورات هو كيفية التصرف في مقابلات العمل، السيرة الذاتية، العمل الجماعي وغيرها، ويمكن الاطلاع على القناة من خلال الرابط التالي. كذلك نسقت وحدة متابعة الخريجين في القسم مع شركة بتروجاد النفطية لإيجاد آلية تعاون مشترك وفرص تدريب وفرص عمل لطلبة وخريجي القسم. بعدها توجه لوحدة التدريب أو وحدة التأهيل أنه نوفر العديد من المحاضرات والدورات ونوفر وياها شهادات مشاركة للطلبة وللخريجين حتى ندعم السيفيات مالتهم. وكانت الاختيار هذه الدورات يعني حسب ما يحتاج سوق العمل، مثل ما تفضلوا المحاضرين اللي قبلي أستاذ حسين أو مهندس كاظم تكلموا أنه نحتاج أنه يعني نهيئ الخريج أو الطالب إلى أن تكون لغة الإنجليزية جيدة، إلى أن يكون إلى المام بمواضيع معينة. فإحنا نحكي كجانب هندسة نفط، كانت الدورات بداية للمحاضرة للدكتور الخبير حازم عباس من شركة خبير سابق في شركة أرامكو وأستاذ في جامعة الكوالادور، وبعدها دورة للأستاذ المساعد الدكتور نجم أيضا كانت بعنوان اللغة الإنجليزية، استمرت لمدة 3 أيام في قسم تكنولوجيا النفط. هذه كانت من المحاضرات الممتازة بصراحة، لأنه يعني للطالب وللخريج بنفس الوقت، كونها أنه تنطت فكرة للطالب عن المصطلحات وللخريج عن كيفية المقابلات واستخدام المصطلحات النفطية بالمقابلات. كذلك دورات مثل ما نعرف أن إحنا أغلب الشركات النفطية يعني تحتاج شغلتين باللي قابل، يعني مو فقط الأساس العلمي أو الأساس النظري، إنما لازم يكون عنده مهارة معينة بجانب اللغة ومهارة معينة بجانب البرمجيات. فهذا أيضا كان محور أحد الدورات للأستاذ الدكتور فاضل، استخدام البرمجيات الحديثة في تقييد تكوينات. كذلك دورة أخرى للدكتور نجم أيضا كانت في اللغة الإنجليزية الاحترافية للمراسلات وكيفية المراسلات مع الشركات النفطية أو مع الجامعات للخريجين اللي يريد يقدم على مثلا فرص دراسية أو منح دراسية أو زمالات في خارج القطر. كذلك دورات تدريبية للدكتور رمزي بعنوان العقود النفطية، دورة تدريبية بالسلامة والأمان في الحقول النفطية للدكتور المرحوم عادل شريف والأستاذ المساعد الدكتورة ست ليلى. كذلك دورات بالبرمجة بلغة الفورتران، دورة تدريبية كانت شاملة لجميع خريجي الجامعة، مو بالتحديد لخريجي القسم اللي هي عن الرسم الهندسي ثنائي الأبعاد. كذلك دورة تدريبية للدكتور أحمد عبدالله رمضان اللي هي عن تعتبر من الدورات العلمية طرق استكشاف المكامن النفطية. دورة أيضا متميزة اللي هي كانت سابقة لما يعني إحنا هاي احتاجيناها في فترة كورونا صراحة، لكن قسم تكنولوجيا النفط
ووحدة متابعة الخريجين. صراحة دكتورة ميساء قدمت إنه محاضرة عن الصفوف الإلكترونية وتطبيقاتها، وكانت هذه وقت هذه المحاضرة ما قبل يعني موجة كورونا واحتياجنا إلها، فكانت فائدة هذه المحاضرة لل يعني للسنوات اللي تلت اللي هي ضمنها فترة كورونا. كذلك دورة تدريبية للدكتور حسين العيبي اللي هي استخدام برنامج السيرفر أيضا برسم الخرائط الكنتورية كونه من البرامج المستخدمة بالمجالات النفطية. كذلك دورة تدريبية علمية للدكتور فراس عن تكنولوجيا الغاز والغاز الحيوي، ودورة من الدورات أيضا المهمة للخريج اللي هي عن كيفية التعامل والحصول على فرص عمل وإكمال دراسة من خلال استخدام تطبيق اللينكدين للباحثين وكوادر الشركات العالمية. كذلك العديد من صراحة المحاضرات والدورات اللي كانت بالتعاون مع منظمة الاس بي اي جمعية مهندسي النفط العالمية فرع بغداد، واللي شارك بها استاذ براء بعنوان البزنس ايميل كوميونيكيشن. كذلك دورة تدريبية للدكتور محمد عبد الحسن والدكتور انور عن تحليل الاجهادات على الاجزاء الميكانيكية باستخدام البرامج الحاسوبية. صراحة جميع هاي الدورات او جميع هذه العناوين تم اختيارها انه لانه الطالب مثل ما نعرف هو اخذ الجانب النظري من الجامعة، لكن بقى اكو فتقاب معين ما بين المحاضرات النظرية وما بين سوق العمل او متطلبات الشركات النفطية، فكانت اختيار هذه العناوين او اختيار هذه الندوات او هذه الورش العمل كانت حتى نقلل قدر الامكان من هذا الجاب اللي موجود بين الجانب النظري والجانب العملي وواقع العمل. واذا اكو اي استفسار ان شاء الله نهايه المحاضره. شكرا لاصغائكم. شكرا جزيلا. شكرا مهندس محمد، جزيل الشكر حقيقه، استعراض جدا مهم، وشكرا شكرا لك. طبعا ومعانا بالندوه حقيقه استضافينا اثنين من المهندسين اللي هم ايضا من خريجين القسم، مهندس ابراهيم عبد السلام ومهندس محمد احمد، حتى حقيقه ينقلوا لكم تجربتهم الشخصيه بسوق العمل. مهندس ابراهيم موجود ويانا؟ السلام عليكم. نعم موجود. عليكم السلام، اهلا مهندس ابراهيم. مهندس ابراهيم طبعا هو ايضا مثل ما نوهت هو خريج قسم تكنولوجيا النفط عام 2015، وبعدها أكمل شهادة الماجستير أيضا في نفس القسم عام 2017، وحاليا هو يعمل في شركة شلمبرجر كمهندس عمليات إنتاج. تفضل مهندس إبراهيم. شكرا جزيلا دكتورة على التعريف. أحب أعرفكم عن نفسي شخصيا، يعني إبراهيم صالح مهندس إنتاج بشركة شلمبرجر. بلشت شغلي ويا شلمبرجر ب 2018، بديت كمهندس عمليات إنتاج، وبعدها توسع شغلي إلى أن شمل هندسة الإنتاج وشمل إضافة إلى ذلك البروسس إنجينيرينج والداونستريم إندستري. طبعاً أعتذر منكم ما عندي برزنتيشن، بس إن شاء الله يعني ما راح أخذ هواية من وقتكم، شوية وقت المحاضرة متأخر، بس إن شاء الله حبيت أحكي عن نقطتين بشكل أساسي. النقطة الأولى هي الجهود اللي بذلتها ومستمرة تبذلها وحدة التوظيف والتأهيل، والنقطة الثانية هي بس حبيت أنطي ملاحظة همين عن طريقة التطور أو الواي فورورد خلينا نسميها. بالنسبة للنقطة الأولى من ناحية وحدة التأهيل والتوظيف، طبعا الوحدة مشكورة جهودها جبارة مثل ما تفضل أستاذ محمد وتفضلوا الأساتذة السابقين. الوحدة عاملة ولا زالت تعمل وتقدم العديد من الفرص، العديد من الكورسات والتهيئات اللازمة مثل ما يقولون للطلبة والخريجين. من إحنا وكنا طلاب ابتداء من كنا بكالوريوس أول ما تخرجنا، من خلال التنسيق مع وحدة التأهيل والتوظيف وشركة أنتون أويل، وفروا سلسلة من الدرجات الوظيفية
اللي قدمتها الشركة وبعد ذلك استمروا الخريجين وبلشوا شغلهم ويا الشركة استمروا لعدة سنين. بعد ذلك مثل ما ذكر أستاذ محمد بمهرجان التوظيف اللي صار سنة 2017 كذلك استضافوا شركة شلمبرجر ومن خلال المقابلات والامتحانات المكثفة بعدها تم تعيين عدد من الخريجين وأنا كنت واحد من عندهم. فبالبداية بس حبيت أشكر وحدة التأهيل والتوظيف على هاي الفرصة كانت إضافة إلى هاي طبعا ناهي عن الذكر الكورسات الثانية بخصوص السوفت سكيلز بخصوص البرزنتيشن سكيلز بخصوص خلينا نسميها السكيلز اللي ما يكون عليها فد توجه أكاديمي مكثف تذكر هي تناقش طبعا الدكاترة ما يقصرون بارك الله بجهودهم مع ذلك ماكو فد ديديكيشن لهالاتجاه. فوحدة التأهيل والتوظيف حقيقة ممتازة بهاي النقطة دائما تحاول توجه أن بالاتجاهات السوفت سكيلز باتجاهات أن سوق العمل ما يتطلب فقط بيورلي تكنيكال وأن أنا يتخرج عندي 100 بالمكامل فمعناها حتجي الشركة تشغلني مهندس مكامل وهم الممنونين. لا، أكو other considerations نأخذ بنظر الاعتبار، أكو other skills، أكو نواحي أخرى ينظروا لها الشركات وشفناها ولازلنا نشوفها احنا موظفين بالشركة. ولما نقابل خريجين ولما يجون تعيين جدد دائما نلاحظها ودائما نعطيك ملاحظات ان احنا اغلب الملاحظات اللي نعطيها اللي يجون جدد نشوفهم ان هم تكنيكلي ممتازين لكن ماكو فد توجيه معين عن البرزنتيشن سكيلز عن الليسننج سكيلز عن الانترفيو سكيلز عن النيغوشيشن سكيلز عن السياسة سكيلز كلها هي هاي تفاصيل بها كل شوية طبعا اللي هي توجه النظر إلها وحدة التأهيل والتوظيف المركزية وفي قسم تكنولوجيا النفط كذلك بشكل مستمر حتى خلال فترة كورونا. أنا واحد من الناس اللي انطيت كذا دورة عن السوفت سكيلز وعن الدورات عن التكنيكال سبجكتس لكن دائما نشوف هذا التوجه المركز على هاي النقطة. فهاي النقطة الأولى اللي حبيت أتكلم عنها. النقطة الثانية همين نقول كملاحظة أخوية للطلاب اللي هسه دا يدرسون وعلى باب تخرج أو حتى طلاب المرحلة الأولى أو الخريجين الجدد اللي هي دائما أشوف سؤال يتكرر هو وين أبدي شلون أبدي. يعني إحنا هسه بهالوقت مع كثرة المصادر مع كثرة الديتا الريسورسز اللي نشوفها بالإنترنت يعني أنا بجوجل سيرش واحد يطلع لي آلاف الريزلتس ومو معناها الريزلتس هاي مو زينة لا كلها ريزلتس ممتازة كلها سيرشز يعني أكو صفحات وأكو بيجات تطلع بالإنترنت يعني شغل سنين عليها مشتغلين ناس فكثرتها مو يعني الكواليتي مالتها مو زينة لا بالعكس هاي هاي تخلي فت كونفيوجن عند اللي سوى ريسيرش يريد يبحث عن موضوع معين وما يعرف منين يبدي. فبس حبيت أذكر أن النقطة الأولى هي وجود هاي الوحدة بالجامعة التمسك بها أشوفه كلش حلو ينطون فالدفعة على الأقل يجوز الواحد من موضوعك شو ما يعرف عنه يقعد هيش يقرأ ريسيرش يقرأ فيه فرات مو يكون كلش انترستينج مو يكون كلش مفهوم الموضوع بينما لما يجي محاضر وتصير محاضر لا يكون مور انجيجينج يكون اسهل الدايجستشن مال الموضوع. ف هاي خطوه بدايه يعني شوفها كلش ممتازه كلش تسهل انه الواحد شلون يبدي او على الاقل تقديم مو بالضروره يعني فقط يدخل سيشنات لكن التوجه لهم اروح له بكل بساطه اساله يعني مهما يكون يعني اذا انا كنت طالب او كنت خريج السلام عليكم استاذ انا حاب اطور نفسي شنو السيشنات سويتها شنو السيشنات اللي كنتم مسويها الاسبوع الفات يجوز عندهم فد ريكوردينجز اذا بمبلغ بسيط او ببلاش ممكن يعطوها تقدرون تزودوني بيها اقدر ادي بيها يعني هذا يكون فد خطوه بدايه على الاقل تقدير نسميها بريكينج ذا ايس شويه تكسر الجليد عند الواحد يبدي يتوسع بالتوجهات يبدي يقدر يدخل
تفاصيل الجزء ومش أن يعرف عنها يعني مرات حتى أنا أريد أتعلم بس ما أعرف شو أتعلم، فهذا هم سؤال يعني صعب مو سهل حتى أجاوبه. فهاي تكون يعني حقيقة برأيي نقطة بداية كلش حلوة، يعني نصيحة ناس دكاترة دؤوبين وشغلهم كلش حلو. فايت كذا سيشن وياهم همين يعني إلى الآن، مو بس هي الخريجين ولا هي يعني سيشنات، فتشي كلش بسيط وفتشي يعني الواحد يشوفه مرة ويدخل بي انترفيو ويخلص ينسى، لا دائما نحتاجه حتى بعد سنين من الشغل. فأحب أشكر الوحدة التأهيل والتوظيف على جميع جهودها مرة أخرى، وآسف على الإطالة وشكرا لاستضافتي. شكرا مهندس إبراهيم، جزيل الشكر. ويانا أيضا مهندس محمد أحمد. مهندس محمد. نعم دكتورة. نعم مهندس محمد أيضا هو من خريجين قسم تكنولوجيا النفط بعام 2015، وأكمل ماجستير في قسم هندسة النفط بجامعة بغداد 2021. بدأ عمله في شركة إنتن أويل، ثم الآن هو يعمل في شركة نفط ميسان كمهندس خدمات واستصلاح. مهندس محمد 10 دقائق لحضرتك. إن شاء الله. أول شيء أنا بالبداية أنا فخور جدا بأن أنا أكون يعني واحد موجود بميت ضمن كل الدكاترة اللي درسوني، ما شاء الله أنا جاي أشوفهم بالميت وأنا فخور بهذا الشيء جدا. وبصراحة اللي إحنا وصلنا لليوم هو جزء من تكاتف جهودهم بين الدكاترة اللي ينطونا المعلومة العلمية اللي إحنا نحتاجها، وبين وحدة متابعة الخريجين اللي كانت بصراحة مثل ما تشوفون عن البرزنتيشن ما مسوي هواية بي أشياء، بس العنوان مالته هو The First Step، إنه الخريجين اليوم من أكثر المشاكل اللي يواجهوها والصعاب اللي توقف عندهم هي دائما الخطوة الأولى. إحنا شبابنا بالجامعات وبالدراسة الكفاءة اللي عندهم عالية، جودة العلم اللي ياخذوه، الدراسة اللي ياخذوها عالية، الشباب اللي عندنا طموحين. أنا أحكي عن قسم النفط لأن أنا أعرف كل الزين الطلاب ومتابع حتى بعد ما تخرجت الدفع اللي تتخرج بيها طلاب ممتازين وطموحين وكفؤين وقابلين للتطوير ويطورون من نفسهم، لكن تبقى الفرصة الأولى هي مهمة جدا بسبب التحول اللي يتحول الطالب بين عالم الدراسة والجامعة إلى التحول إلى عالم العمل وسوق العمل، وشون تعرض نفسك ومهارات عرض نفسك. فأنا اليوم قبل لا أبدي أسولف خلي أنا شاكر الدكتورة ميساء عرفتني، خلي أعرفكم شوي عن البروسس اللي أنا مريت بيها. أنا بديت بالجامعة التكنولوجية بعام 2011، انقبلت اتخرجت من الجامعة التكنولوجية بعام 2015. بعدها مثل ما قالوا الشباب اللي قبلي كان أنا مقبول بأحد برامج إنتن أويل من جوي للقسم، حصلت على فرصة اشتغلت ويا إنتن أويل، بعدها قدرت أحصل على فرصة تعيين وتوجهت المجال التعيين واشتغلت بيه، فأنا عندي خبرة بالقطاع الخاص يعني وبمجال الحكومي بالجانبين، وبعدها كملت دراسة الماجستير وحاليا مستمر بمجال التعيين. فخلي أسولف لكم عن تجربتي ويا إنتن أويل من جوي. أنا أحب أحكي لكم كقصة حتى الطلاب الموجودين خصوصا طلاب المراحل الأولى يعرفون الأشياء اللي فادتني، الأشياء اللي فرقت وياي بالمقابلة. إحنا كطلاب تخرجنا من الجامعة تعرفون قدمنا على شركات، كان أكو SPE في يعني بعام 2015 كانوا بعدها مو مثل SPE اليوم، كل جامعة عندها شابتر وعندنا سكشنات بغداد وبصرة، لا ما كان بهذا التطور الموضوع. فكان أكو بعد استونا برزنتيشنات كم واحد اثنين، فتعرفنا من خلالها على بعض الأشخاص اللي دلونا، وأذكر واحد منهم كان أستاذ علي جمعة.
اللي دلنا على شركة شيل وقدمنا عليها، أتذكر دفعة كاملة فتحنا موقع شيل وقدمنا عليه، واتصلوا بكم واحد وكان شيل انترناشنال. فيعني البروسيس تعلمنا عليها. من الأشياء اللي ذكرها مهندس كاظم كان أنه شلون تقدم السي في وشلون تكتب. أنا أنصح كل الطلاب أنه يجربون يفتحون مواقع الشركات الكبرى، شيل، شلمبرجر، بيكر هيوز، أكسون موبيل، افتح الموقع مالتهم راح تلقى اكو سكشن كاريرز، جرب تقدم بيه حتى لو برا العراق. مجرد عمليه التقديم هذه من تسويها، تملي السي في، تملي الانفورميشن مالتك، راح تعرف حجم مثلا السي في اللي هم يردوه، راح تعرف مثلا من قال كاظم انه تعزل السي في عن السيرتيفيكيت، ليش تعزلهن. هاي الديتيلز جربها بايدك، انت ما خسران شيء، ممكن انت طالب مرحله ثانيه وتسويها. لكن على العموم خلينا نرجع، قدرنا نقدم وكانت تعرفون الفرص مو بسهولة تجي، فجتي فرصة أنتون أويل، جتي إلى القسم عن طريق العلاقات والتواصل ويا الشركة مثل ما ذكر أستاذ محمد قبلي، وأجوا الشركة قابلوا الدفعة كاملة شركة أنتون أويل. كانت معايير الأساسية للاختيار بوقتها كان يعني هو أي شركة من تحتاج وظيفة اليوم راح تسوي مجموعة من الفلاتر. الفلتر الأول يكون معيار اللغة، بعدها يخلون الخبرة إذا موجودة وإلى آخره. فكان أكو أذكر امتحان سوون امتحان لغة، وعلى أساس أقل عدد الناس اللي يعني مقدمين، وبعد امتحان لغة سوون مقابلات، وعلى أساس المقابلات والسيفي اختارونا. وهذه صورة للشباب اللي انقبلنا، هذه صورة عدد ثلاثة منهم، البقية كلهن إحنا خريجين تكنولوجية، خريجين دفعة واحدة، كلنا اللي مقبولين بشركة أنتون أويل، وأغلبهم شباب تعرفوهم يعني للي متابعين، يعني مشهورين موجودين، تقدرون تتواصلون وياهم وتسألوهم، كلهم متعاونين الشباب. هذه صور من أنتون أويل. فبدينا بمجال العمل بهذه الشركة. طبعا الفرصة العمل من جدتي أنتون أويل هي مو مجرد أنه أنا وفروا لي الفرصة، احنا وحدة متابعة الخريجين كانت ايضا موفرت لنا الدورات والتدريبات ومهارات اللغة والسوفت سكيلز اللي حكوا عليها المحاضرين اللي قبلي. استعدادك للمقابلة هو جزء مهم وكبير من اللي الخطوة من انه تحصل المقابلة. انت اليوم ممكن حصلت فرصة عمل رحت انت ما مستعد لها، ما جاهز لهذه. من الفعاليات اللي كانت موجودة اللي انا فرقت وياي من قدمت على أنتون أويل، كانت اكو دورة الدورات التدريب الصيفي اللي تيجي من الشركات، انا مقبول بوحدة منهن من شركة شلمبرجر وعندي شهايد كانت بهالموضوع، وكانت عضو فعال بالاس بي اي. فانا من قدمت من جو أنتون أويل السي في مالتي ما كان فارغ، كان يعني عندي تريننج بشركة، انا كطالب يعني كفريش جراجويت السي في مالتي كان بي اكتف. فهذا الوقت انت طالب اليوم اذا مرحلة اولى مرحلة ثانية، لا تخلي هذا الوقت يفوتك، يعني انتظر للرابع يلا او اتخرج يلا، استغل هذا الوقت اللي انت بي، طور لغتك، طور مهاراتك، اعمل حتى انه تسوي السي في مالتك بمحتوى ومحتوى بجودة عالية. اليوم ما شاء الله الدورات اللي ذكرها دكتور حسين بالبداية كلها يعني ما شاء الله دورات مرتبطة بجامعات او مؤسسات عالمية، ممكن ذكرها او وجودها بسي فيك يكون يخليك فارق عن زملائك بالمنافسة على اي وظيفة. واهم شيء انت تطور، احنا تباوع لكل الجوانب، احنا قلنا الجانب العلمي مو شرط هو الوحيد، هو يكون تعاون بين الجانب العلمي وفرصة العمل اللي تجيك وتطويرك لذاتك انت، لان انت بالمقابلة راح يسألك ممكن سؤال اثنين عن الجانب العلمي، انت اذا ما عندك soft skills انه تجاوبه وتوصل مدى معرفتك بالموضوع ما راح هو يقدر لقبالك يعرف انت مستواك شنو، فيحتاج تطور مهارات التواصل، مهارات إيصال المعلومة عندك، هذه المهارات السوفت سكيلز اللي نقصدها، بحيث أنت تقدر تثبت نفسك سواء في باللحظة اللي تحصل بيها المقابلة. وطبعا أنا النصيحة اللي دوم أقولها للطلاب، وأول شيء يعني وشك أنا أحد المستفادين من يعني العلاقات العامة اللي والشغل اللي سوته وحدة متابعة الخريجين، فشكرا جزيلا
لكم، لأن هي العقبة الأولى صراحة بعد يعني سهلوا علينا تجاوز العقبة الأولى، ومن دخلنا بقطاع العمل الكفاءة العلمية اللي احنا ماخذيها ودارسيها كانت عامل الأساسي اللي تطورنا وأنه نستمر بمجال العمل مهما. وتسمعون أكيد أكو سامعين يقول لك مجال العمل يختلف عن الدراسة، لا هو ما يختلف، هو مجرد ستيبس تحتاجهن من توصل بمرحلة متقدمة بمجال العمل، راح ترجع تربط كل شيء أنت درسته راح يكون هو أدواتك الأساسية بعملك اليومي بالمجال هذا. فأنا ما أنصح الطلاب يمرون بمرحلة اسمها اليأس أو يعني التخوف، اعمل على نفسك، طور من نفسك، لا توقف، والفرص موجودة. صحيح أكو عقبات اليوم، لكن مجال مثل وحدة متابعة الخريجين بعملهم بالفرص اللي جاي يوفروها بإضاءة النور على المشاكل اللي فعلا يواجهها الخريج، إن شاء الله يقدرون يساعدون أكبر عدد ممكن من الطلاب، وإن شاء الله توفر الفرص للجميع. أنا أشكركم مرة ثانية على دعوتكم إلي صراحة، وأتمنى ما أخذت هواية وقت، وفي حال أي طالب أو أي شخص عنده سؤال عن الكونتاكت ثاني موجودة مالتي. شكرا مهندس محمد، جزيل الشكر. طبعا أنا بنهاية الندوة أحب أشكر جزيل الشكر طبعا للمحاضرين اللي لبوا دعوة القسم ويعني حضروا وألقوا لنا هذه المحاضرات، وحقيقة القسم يعني يحب أن يوجه لكم شكرا وتقدير لكم. واسمحوا لي أن أستعرض شهادات الشكر، طبعاً شهادة شكر وتقدير أستاذ حسين الكاهتشي، أيضاً شهادة شكر وتقدير إلى المهندس كاظم عيسى كاظم، إلى المهندس إبراهيم عبد السلام، شهادة شكر وتقدير المهندس محمد أحمد، وإلى المهندس محمد عبد الله. طبعاً إحنا نشكرهم جزيل الشكر على وجودهم ويانا، وأيضاً نقل خبرتهم وتجربتهم بسوق العمل، وإن شاء الله الشهادات راح توصلكم، فجزيل الشكر لكم. وأيضاً اسمحوا لي أن أشكر طبعاً اللجنة المشرفة على هذه الندوة، أستاذ مساعد دكتور فاضل سرحان رئيس قسم تكنولوجيا النفط، أستاذ مساعد دكتور نجم الربيعي المعاون العلمي لرئيس قسم تكنولوجيا النفط. أيضاً أشكر اللجنة العلمية برئاسة مدرس دكتور جهاد حسين عبد علي، وأستاذ مساعد نغم علي حسين، ومدرس دكتور أنور ناظم. وأيضاً أشكر اللجنة التحضيرية لهذه الندوة برئاسة الأستاذ مساعد دكتور رمزي صيهود، وأستاذ مساعد دكتور سلام عبد النبي، والمدرس دكتور هديل فوزي. حقيقة يعني مشكورين، مشكورة جهودكم، الندوة حقيقة كانت ممتازة، ويعني أكيد طلابنا وخريجينا استفادوا من خبرات المهندسين. وأيضا أنا أحب أن أقول أنه إحنا فخورين جدا بمهندسينا أنه خريجينا والآن هم مهندسين بيحاضرون بهالندوة هاي. التوفيق للجميع وشكري الجزيل للجميع. شكرا.